برشا ورحبوا بيهم. دونك كما قلنا في اول السهره قالت ياسمين نساء وبلاد ونساء ونس، قولوا رجال بلادي رجال ونس. مرحبا بكم كل مرة أخرى. قبل ما نوصل النتائج النهائية نتائج الاختتام، حب نكرموا لجنة التحكيم وعلى رأسهم الأنسة سارة تونسي. سارة تونسي الاسم الجديد لسهير الغباب، تحية كبيرة لها. اليوم كانت موجودة معنا وخذت خاطرنا وجات من مصر لتونس باش تحضر في السهرة هذيا. فريمون برافو برشا لها، هي بنت جمعية الياسمين للثقافة والبيئة. برافو عليها، خذت الطيارة جات لتونس باش تحضر في السهرة هذيا وترجع بعد للنجومية نتاعها في مصر. نحب نستدعوها بعد تجي بحذانا سهير. ألغات التزامات كبيرة وكانت حاضرة معانا اليوم. برافو ميرسي، بارك الله فيك سهير، ميرسي بيان. سهير التونسي حظ موفق ليك في النجومية في مصر. أنا نحب نقول لي أنا بنتكم بنت مسابقة هذية، أول مرة ربحت في مسابقات ملكات الجمال كانت معاكم مع جمعية ياسمين للثقافة والبيئة. دونك ما نحسش لي أنا جاية اليوم حاجة غريبة عليا، أنا جاية اليوم لداري دونك فرحانة وميرسي بوكو، ميرسي وربي معاكم. بون شانس بور توت لي فيل. Heat wave stole my emotions. I left my doubts when I was swept by the ocean. Alors la Miss Rosa Gallica pour l'année 2018. Siwa Larkimi.